اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من قناه الموصلين الفضائيه، حلقه جديده من برنامجكم برنامج الليله حلوه. اكيد ليلتنا حلوه اليوم، راح تكون في شارع الرشيد وبالتحديد في ملتقى الاسطوره، في ملتقى الفنانين والمبدعين والشعراء والرياضيين. اكيد اليوم ويانا ضيوف اعزاء الفنان العراقي المميز والمحبوب يوسف الربيعي. اكيد اهلا وسهلا بك استاذ يوسف. اهلا وسهلا بك استاذنا العزيز. مرحبا. ايضا التقي مع الشاعر الجميل والمحبوب هادي السراي. اهلا وسهلا بك استاذ هادي. اهلا وسهلا بك استاذ. اكيد احنا اليوم سعداء، انتم بضيافتنا واحنا بضيافتكم، ماكو فرق. في هاي الاجواء الحلوه في شارع الرشيد الجميله. استاذ يوسف، اليوم احنا اكيد انت اسم معروف في العاصمه بغداد، اللي احنا نعتبره خليفه للفنان المرحوم داخل حسن. شنو قصتك بيا داخل حسن؟ والله من بدايات يعني من الطفوله الوالد كان يحب داخل حسن، فسمعته من والدي، وفي يوم عن طريق الصدفة غنيت، يعني يقول لي انت صوتك قريب كلش داخل حسن، حتى شبه الى قريب. حلو. اي فمن ذاك التاريخ انا استمريت بداخل. يعني والدك كان يسمع داخل حسن؟ اي 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 عن طريق والدك. اي وتعلمت منه. نعم. هاي يا سنه؟ سنه سبعينات. سبعينات. نعم. نعم بالسبعينات. اوكي، يعني يلا نسمع منك الداخل حسن، هاي بدايه البرنامج. عبوديه؟ عبوديه، يلا عبوديه واغنيه وياه. بعد ما اشوف شخصك والمحنة، وعجب قلبك تبدل احو يا نار قلبي. عبالي 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 عبال احباب نصبح والمحن، انت عاقب الهوى ونقعيد سوي الليالي 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 حلوات الليالي، وظلت ليه ما اموت يا ابويا، ظلت ليه ما اموت، حسرة لك بيدي النار كان شلون يا ابويا، وصوابي بسكوت يا حيدر وصوابي بسكويوت، ما تدري حق هاي الناس كان شلون يا ابوي، وتانيني تانيني شوي ريض وخلنا عاد بنا. عصوتك عصوتك استاذ عزيزي جميل. استاذ هادي سير، استاذ هادي السراي، نعود لك. يعني اليوم شاعرنا المتالق السراي، احنا اكيد احنا نريد نعرف هذا السراي صار له فتره يعني بعيد عن الاضواء، شنو السبب؟ لا والله مو بعيد عن الاضواء، انا متواجد كل الاماكن، لكنه شويه صوتي يعني اثر علي شويه، مش اثر علي لهذا السبب. ما قمت السنه، الاسبوع فات كانت عندي قصيده نازك الملائكة، لقينا ولقيت قصيدة بمبطل النوام، لكن صوتي شوية. سلامات لك. الله يسلمك. احنا اليوم نريد قبل ما نتحدث عن مشوارك، عن عملك، عن آخر أعمالك، نريد نسمع قصيدة بصوتك الجميل. طبعاً أنا لو ما أنت عزيز علي وأهل الموصل عزيزين علي، أنا ما أجي، لكن أنا جيت أنه أحيي أهل الموصل وأقول فرحهم واللي يحبنا يفرح ويعني، ودوم من النصر مكتوب عنوانه، فرحنا وحررينا الساحل الايسر، وخلينا جثث على القاع تتطشر، وحتى من الشهيد اليوم فرحان، فرحنا وحررينا الساحل الايمن، وحشدنا وجيشنا فوق الوضع حيمن،
وكل ناس عجها اليوم فنانة فرحنا واللي يحبنا يفرحونا. على صوتك الجميل أستاذ هادي، يعني احنا ايضا أنا اليوم باسم قناة الموصلية ايضا نشكر حضورك رغم وعكة صحية او صوتك، يعني والله يستاهلون الموصل ونعمل يستاهلون ونغني لهم حتى لو على الكازة نجي ونعملك، هذا اكيد يزيدنا شرف. وانا باسم اهالي الموصل نشكرك انت ونشكر استاذ يوسف. استاذ يوسف خلينا نرجع نرجع الى مشوارك. انا حسب معلوماتي انت بديت يعني كان في الاختبار المرحوم حسين قدوري. حسين قدوري اللي اختبرك بيا سنه؟ سنه 72. 72 كان برنامج مواهب. مواهب شلون كان دخولك؟ يعني دخولي اعلن عن انه اعلن بالاذاعه؟ اي بالتلفزيون. التلفزيون قال اي واحد عنده موهبه يجينا المؤسسه العامه للاذاعه والتلفزيون. انا وين؟ بالصالحيه؟ بالصالحيه. نعم. فطبينا بالاختبار. لا قبل ما تطب، وين منطقتك تسأل عليها؟ انت جاي من يا منطقة؟ انا كنت بالنهضة. بالنهضة جاي من النهضة وذاك الليل يمكن ما نايم من بس يصير الصبح طبعا حتى تختبر. شنو كنت محضر اغنية؟ والله محضر هواي هواي عليك ما يشد علي هواي داخل عسل، وكان هم عندي شوية مشاركات في الفنان العربي فريد الأطرش. حلو. اي وعندي مشاركه هوايه حضرتك انت شاركت فيها مهرجان الاغنيه الريفيه. بس احنا نحكي اللي بدنا نحكي حسين القدوري. اي فاختبرني طبيت الاذاعه اختبرني قال اقعد على صفحه قعدت. وانت ايش قد عمرك؟ كان حوالي عمري 16 سنه. اي ايش غنيت؟ غنيت هوايه هوايه عليك ما ينشد علي هواي داخل حسن؟ داخل حسن. وقلت له انا هم استاذ عندي شويه هوايه فريد الاطرش قاعد سمعني، فمن سمعته وحسين نعمه هم قال اقعد على صفحه، فسوى لي حلقه خاصه بذاك الوقت. الله. اي فمن ذاك الوقت هذا صار دافع لي. تابعك. اي وشهاده من الاستاذ المرحوم حسين قدوري. طبعا اكيد اسم من الاسماء الكبيره في العراق والوطن العربي. نعم. نسمع مقطع منه؟ ماشي. نسمع. وانا وين وانا وين يا حادي وين بس راكوف يا حادي يا حادي يا حادي وين بس راكوف وانا وين وانا وين وانا وين بجفاكم يفرح الشامي بجفاكم بجفاكم يفرح الشاميد وانا وين يا خال البال وين انت يا خال البال وين انت وانا وين فرق بين السما وبين الوطية ولا نراح خلص ما يهن ولا عيون اهواي 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 عليش ما ينشد علي اهواي الفراي الدنيا براي وانا داد بالفراي الدنيا وانا داد اشاشيد بيا يا حيدر الخوان اشاشيد بيا يا حيدر الخوان عليش ما ينشد علي هواي عليش ما يسأل علي على صوتك استاذ يوسف. بس استاذ هادي اللي يسمع داخل حسن راح غير عالم. نعم. شنو راح تبيع عالم؟ انا بالمناسبه من محبين الفنان الكبير داخل حسن. نعم. طبعا بالمناسبه انا واستاذ يوسف من احنا شباب سور. علاقتكم قديمه؟ نعم قديمه. حلو. يا سبحان الله شاءت الصدف ان والدي هم كان يحب داخل حسن. حلو. وكان يتغنى بداخل حسن. وكان عنده العفو بيت يقول لي طريقة ذاك الحسن يقول صبوا يا دموع العين صبوا على كشف الطلع من بيت صبوا في الدين الإسلام وصل الصب وصل كادم لعد شمية عين كان يقرأ بالطور ذاك الحسن. وذاك الحسن هو مدرسة أساسا مدرسة وتعلمت يعني صوته فريد، ولكن الحمد لله
انه وجدنا شخص انه يكون الخليفه مال ذاك الحزب. اكيد اكيد. استاذ هادي، احنا نتحدث اليوم، كيف تنظر الى كونك انت شاعر شعبي، وكيف تنظر الى شارع الشعر الشعبي في العراق؟ والله الشعر الشعبي هو يعني قضيه كلش كبيره. الشعر الشعبي محبب اكثر من اي شعر، لان احنا ناس شعبيين، واكثر المفرده توصل من الشعر الشعبي. الشعر الشعبي وحده موضوع، صوره، قافيه، شاعر من تسمع يهز مشاعرك. الشعر الشعبي اساسا هو مدرسه الشعر الشعبي. نعم. ايضا من خلال الشعر الشعبي اكيد بداياتك، يعني منو كان له فضل عن الشاعر هذا السراي دخوله الى عالم الشعر، او دخوله الى جمعيه الشعراء الشعبيين؟ خلينا نقول والله استاذ، هي كل انسان عنده فد هوايه، وكل انسان ما يصير شاعر اذا ما في هاي النوع خصله. انا بداياتي عشت ويا مبدعين كبار، مثلا عريان السيد خلاص، كاظم اسماعيل القاطي، زام سعيد فتاح. نعم، زام سعيد فتاح الله يرحمهم والله يعطي الصحه لشاعرنا الكبير عريان سيد خلف، ان شاء الله يكون لنا بالسلامه. طبعا ذاك الوقت كان الكلام مختلف عن هسه. ذاك الوقت كانت القصيده من تكتبها تقصد روحك عصر، حلو، يلا طلع، لان اكو ناس بالقادم ينتقدونك اذا كلام مو حلو او مو ما يوصل لهم. يعني أنا سبراك اكو فرق واسع شاسع بين أكيد. بين الشعر اكيد هسه جاي شعر، يعني مو كلهم، لا مو كلهم، اكو قله بيهم هم اللي شوهوا صوره الشعر الشعبي. بس هاي استاذ تاريخ يسجل ما يرحم. أنا اليوم هذه السرايه او يوسف، استاذ يوسف الربيعي، من يادوني يغنون، تاريخ يسجل بعد سنين. نعم، تظهر الحقيقه. مو استاذ يوسف، الله يحفظه. صحيح، انا لا يزال اكتب سبعين. صح، لا يزال. خلنا نسمع شيء من السبعين. عندي اغنيه اعطيتها للاستاذ يوسف. حلو. سبعيني. عندي يا ابويا شلونكم مشتاق العيون، يا ابويا شلونكم مشتاق العيون، البعد طول علي شلون، البعد طول علي وصبر مكان بيني، وخاف الموت عرض لي، يا ابويا الوقت عينك سوياي، وشوفت العذاب اشكال دنياي، بدكم عون لاخر وحده وياي، ما حسنت مني دي تضيعون، يا ابويا شلونكم مشتاق العيون. على صوتك وعلى شهيدك. اليوم ايضا نتحدث مع الاستاذ يوسف الربيعي. استاذ يوسف الربيعي، احنا يعني بصراحه في الاوائل الاخيره كثره المطربين، كثره الاغاني، برايك صحي او غير صحي؟ والله هي الكثره هي الجوده المفروض، مو الكثره. هو يغنون مثل حضرتك، يعني ولو مقدم برنامج، انت فنان وصوت وفنان، يعني حتى شاركت ويانا بمهرجانات عده اللي صارت قاعة الرباط، صالح الكويتي مهرجان، مهرجان الأغنية الريفية، مهرجان الأغنية الوطنية، وشاركوا عدد. يعني خلينا نقول المطربين، كيف تنظر المطربين الآن؟ والله يعني أكو اختلاف بين الغناء الطرب السبعيني، خلينا نقول عهدك، والآن 2017-18. طبعا أكو فرق هواي. هسه الأغنية السريعة والماشية، وماكو اداء وماكو صوت ولحن وكلام. قبل لا كان كلام ولحن، وكانت مراقبه نصوص الموسيقيين عمالقه، كان محمد جواد اموري، يعني ملحنين فطاحله، كانوا النصوص ما تخرج من الطب الاذاعي اذا مو يختبرون النص. نعم. استاذ يوسف، ايضا خلينا نسمع اغنيه الفنان فريد الاطرش بصوتك. سمعنا مو بس داخل حسن، ها استاذ هادي؟ نعم، هو متلون باغاني جميله. نعم. اسمع. احبابي ليالي ما هم انا، احبابي ليالي ما هم انا، رحنا وغبوانا ما حد منتهن، رحنا وغبوانا ما حد منتهن، عيني 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 احبابنا بالروح جروا علينا،
يا هل ترى في بالهم ولا نسيونا أحبابنا بالروح داروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسيونا نفسي أشوفهم مرة والفرقة صعبة مرة نفسي أشوفهم مرة والفرقة صعبة مرة عيني 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 استاذ هادي نرجع لك اكيد يعني بعد دخولك الى اتحاد شعراء الشعبين في السبعينات يمكن نعم عن طريق منو قلت؟ والله انا طلعت ثاني رحت اختبرت اختبرت وين كان المقر الاتحاد؟ كان بالوزيريه وزيريه من كان يعني رئيس الاتحاد؟ والله هم هواي انت من رحت يعني تتذكر؟ كان موجود سامي سعيد تتا نعم يعني من دخلت اختبروك يعني اختبروك يعني كيف كان اختبار يعني؟ لا مو هيك انا مو اختبار انا كنت اقعد وياهم كان جودة التميمي الله يرحمه شعراء موجودين من جبار الغزي الله يرحمه كنت شاعر اقعد وياهم قد يوم من الايام احنا قاعدين بمكان قلت لهم انا كاتب قصيده نعم فضحكوا نعم قالوا شو قصر الشاعر؟ حلو قلت لهم والله انا كاتب قصيدة صنبوخة نسمع فكانت بوقتها اسمها تعب فلاح تعب فلاح اي ومن سمعها جودة التميمي قال هاي مالتك؟ قلت له اي قال زين انا طبعا بالمناسبة انا عندي سرعة بديهية بالكتابة واكتب حسن قال زين انا راح اعطيك السطر الاول مال القصيدة وكمل فأخذت السطر الأول وكملت وجيت الاختبارات قال لي أنت شاعر نسمع قديم نسمع إيش ما عندك أسمعك هسه أنا عندي نصوص غنائية هواي غنولي عندي وطات المطربين شعبيين موجودين سجلت أغانيهم عندي ناس يقول جيت أعتب إلك جيت أشتكي لك يد القراع ما قابل صاير حيل مقبول دائم تلف وتدور تتكبر عليك شيء مالك صحيح انت حلو وعيونك مساع بس اثبت حبيب ارجوك على القاع اول خلقك ما شاء الله على صوتك استاذ هادي اكيد احنا راح ناخذ فاصل ونتواصل وياكم خلال برنامجكم او برنامجنا الليله حلوه واكيد ليلتنا حلوه مع الفنان محبوب يوسف الربيعي وحضرتك استاذ شاعرنا الكبير هذا السراي مشاهدنا عسى انتظرونا لكن بعد الفاصل من خلال برنامجكم برنامج الليله حلو مشاهدنا عسى مستمر لكم خلال برنامجكم برنامج الليله حلو وكيف ضيوفنا الفنان المحبوب يوسف الربيعي اللي من نسمه داخل حسن في القطرش اكيد من الاصوات الحلوه الجميله استاذ يوسف استاذ يوسف خلينا نرجع ايضا لك يعني من تشارك بحفلات او مهرجانات او من تمشي بالشارع من ينادوك خليفه داخل حسن شنو شعورك؟ والله هذا يزيد لي فخر لان داخل حسن مدرسه وعلم نعم ومعروف حتى في الدول العربية وهو مدرسة فعلا أنا أفتخر بها أعتبرها شهادة من الجمهور من المحبين إنه هاي يريدون حقهم إن نبدأ لهم لازم نعم الله عليك أكيد إحنا أيضا يعني اليوم يعني أستاذ يوسف يعني داخل حسن مدرسة داخل حسن يعني لا يقرأ ولا يكتب نعم المستاذ هادي نعم. كان يكتب الشعر يلحن نعم. ويدي نعم. كان السبحه 14 بيده نعم. استاذ ايضا استاذ يوسف السبحه بيده والله ما اعرف اي والله ما اعرف اغني ذا مو بالسبحه دي يعني طبع والله بدون مبالغه من زمان زين استاذ يوسف من تغني داخل حسن نعم قدام جمهورك نعم ومن تنزل نعم. شنو شعورك والله يعني انا اهين بالاغنيه لان الجمهور يريد مثل ما يريد منه حضور يريد منه ابداع فكل ما شلون الرياضي
من يلعب ساحة الطوب مثل يونس وغيره من يقول يريدون بعد الجمهور من عندنا، فاحنا الجمهور هم يريد من عندنا، هن ما بيهن ترى الرياضة والفن ما بيهن أي مجاملة. أكيد. أي. استاذ سعيد حضرتك رياضي؟ نعم. شنو الرياضة القريبة عليك؟ والله أنا كنت ألعب بالشرطة، بلعب الشرطة وخاصة بكلية الشرطة، كنت ألعب حارس مرمى من السبعينات لحد التسعينات. حارس مرمى يا نادي. أنا بلعب الشرطة، كان دقلص ويانا. دقلص عزيز. دقلص عزيز. حلو. أستاذ رائد حمود الكابتن. لا فلاح زورائي. الشرطة صح. إيه. محمود حسين على حسين شاسف فهد فانوس الأسدي حسين العابي. كان من ضمن كلية الشرطة ويانا يعني هواي كانوا لاعبين. يعني لعبت حارس مرمى. أي درجة. وإذا شاركت يعني نعم. مع يعني فرق دوري. الشعب. دوري. دوري الدرجة الأولى. حلو. إيه. وحصلنا منو كان أكثر لاعب تخشى منه من اللاعبين الخصم؟ والله كان أستاذ دقلص عديد في التمرين، طبعاً هو نهاني من الطوبة، من نص الساعة ضرب علي طوبة ما منتبه عليه، شيتت عليه وصار عندي خلع، فمن ذاك التاريخ أنا انتهت. أو يا سنة؟ حوالي بالثمانينات. ثمانينات. جميل جداً. أوكي. أستاذ يوسف خلينا نسمع أيضاً أغنية. نعم. الداخل حسن. نعم. الأغاني الجميلة. حزينة. حزينة أو. أغنية بوذية ويا ماشي أغنية فستان ماشي شراي شراي دفعني دفعني لا أحب شلون شراي شراي جفاه وياي صال الريب جفاه وياي صال الريب شرمون شراي يريد يبيع وما حصل ليش تبيعني وما يصيح شراي شراي ماي اشتريت وباع نبذا ما تردي يمي يا يمي يا يمي ما تمر بينا اش عطلك شبطاك يا وما تمر بينا بين او لا 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 هنا هنا يا يما يما يا يما يا يما يما دلال ينصاب منك وعالج بي لا 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 هنا هنا يا يما يما يا يما ما نمت ليلي يسمر وحق عيناك يا وما نمت ليلي هنا هنا يا يما صوتك جميل استاذ يوسف الربيعي اللي رجعتنا الى السبعينات والى الاجواء الحلوه الاغاني الريفيه. استاذ هادي السراي انت اسم معروف في مجال الشعر، خلينا نعرف ايضا اهم الاعمال اللي كتبتها اهم الدواوين في مشوارك الشعري. والله انا اكثر شيء انا اسف الاول الاخير قاعد اكتب للوطن اغاني اصول غنائيه هواي انطيت قصائد شعبيه موجوده بس بما انه هسه قلنا يما يا يما انا تاثرت بما يا يما تاثرت بالام الام اكيد الواجب انه كل دقيقه نذكر
نعم. فقصيدة للأم. نعم. نعم. أمي أم تأثر ما تشور بالرصيف. أم تأثر ما تشور بالرصيف. الرصيف يقوم ويباريه. أم روح البيت من تطلع يموت. يا معزتها ويا طيب البيت. أم تأثر ما تشور بالرصيف. الرصيف يقوم ويباريه. أم روح البيت من تطلع يموت. يا معزتها ويا طيب البيت. أمي أم سجادة وأذان ويا الصلاة. وهاي قدة من الصفة التحويه. أم سجادة وأذان ويا الصلاة. وهاي قلة من الصفة تحويها. روح الله وياك يا مطيب فراج. وبجنان الفردوس دارج بيه. وبجنان الخد دارج بيه. الله عليك الله عليك على قصيدة الحلوة. أكيد الأم الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني أكيد الأم عزيز جدا. أستاذ هادي أيضا يعني من خلال أعمالك الأخيرة دائما تميل إلى الأغنية الوطنية. يعني كتبت عن جيش العراق، كتبت عن الحشد، كتبت عن الموصل، كتبت هواية مواضيع. يعني ممكن نعرف أهم الأعمال قدمتها الأغاني الوطنية؟ طبعا أطروني يقول أنا ابن الوطن الكل يعرفوني ثابت ما تغير شكل لوني. أنا ابن الوطن الكل يعرفوني ثابت ما تغير شكل لوني. أرجف حتى الجبال ما يلحقني خيال لأن سور الوطن مرسوم بعيوني. لأن سور الوطن مرسوم بعيوني. الله على صوتك. الله ايضا احنا استاذ يوسف حسب معلومات اكو عمل مشترك يمكن بينك وبين استاذ هادي. نعم يمكن اغنيه عاطفيه انشوده. نعم اغنيه عاطفيه عاطفيه. كيف بدا هذا التعاون يعني؟ والله هو انا معجب بيه وهو معجب بي. احنا اصدقاء وصاحب الفكره الاديب او نقول الفنان رياض الربيعي. رياض الربيعي كفكره. تحيات لرياض الربيعي. تحيات للاخ رياض الربيعي. هو اللي صاغ الفكره والاستاذ. لا هو الاستاذ ممكن نقاطع. طبعا الاستاذ رياض الربيعي جاني للمكتب وقال لي اكو عائله كانت مرتبط يعني شلون مرتبط واحد بعدين تفكك فاريد ان في الموضوع تكتب لي. فمن خلال يعني ساعه راح للبيت ورجع انا كملت. شد رحالكم شيلوا يهنى. سمعنا شوية مقطع منك وبعدين استاذي سمعنا الأغنية. شدوا رحالكم شيلوا يهنى ما ظلت مروة ولا محل. أخو احنا سوية أتذكرها ممكن أتذكرها. أكيد كلام أكيد أكيد اللي الفنان يوسف الرواعي لأن غناها سوى بروبا عليها أكثر من مرة. اسمع مقطع منه. والله هي احنا شنو هي قيد التسجيل قلت لك استاذ حيدر. نعم. وهي على النمط الريفي. شدوا رحالكم شيلوا يهنا. شدوا رحالكم شيلوا يهنا. لا ظلت مروه ولا محنا. شدوا رحالكم وين يا اهلي يا طيبين. شدوا رحالكم وين يا أهلي يا طيبين. حتى لا حتى السلام أصبح بمنا. ترى حتى السلام أصبح بمنا. عن صوتك يعني هسا مهيئة بس هي أحلى من هذا الموضوع. أحلى من هذا الموضوع هواي. ولأن احنا ما خافنا ننسى. إن شاء الله. سهل هذا كيف تكتب الأعمال يعني تكتبها عن 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 طريق الخيال عن الواقع او موضوع يمر بيك يعني خلينا نقول انت دائما بطل القصائد يعني ادوارك مثلا خلينا نقول كتاباتك انا اخذ من الشارع من الشارع من الشارع مثلا اشوف شغله قدامي فشيء اثر بي حاله معينه حاله معينه اكتب عليها نوبات لا نوبات من كيف هذا الصبح بالخمسة صباحا الهام انا اليوم كتبت 40 دار من وجه الصبح على السريع 40 دار 40 دار حلو واي واحد يدز يدز دارني فاليوم من الشعراء ما اريد اذكر اسمه قال اكو على ما اذكر من النجف دازين بيت دارني
فقال ما اقدر اجاوب عليه استاذ هادي جاوب عليه، قلت له هم موجودين على التليفون؟ قال بعدهم على التليفون، قلت له وصل لهم هاي الحاله بس قل لهم الدارمي مالكم لتجي مع تحياتي لهم، لان هو كان بضبط الدارمي يقول انحنت تات الصوف من جلد اخته بعيدي وبعمدان ما قوم. انت رديت عليه؟ انا قلت لهم خلوها تاكل صوف من جلد اختها، كافون يجي يوم ترد على بيتها. بس قلت لهم الصوف يعني على الخروف، الخروف انشال مو بالايد والعمدان صح، لكن الوبر يختلف الجنس هاي تمام، فلازم يغيرون هذا الدرمي. وهم ردوا علي وشكروني على هذا الموضوع. الدارميات والابوذيات سلاسه يعني. واليوم احد الاصدقاء انه سمعني دارمي يقول ليش انا بالدلال ظل شيء بيطلع لا ينفع اصبك به ولا ينفع اشياء، قال اريد من عندك رد. قلت له كان انت بالدلال ظل شيء بكيبان هم شايف التشيء بيطلع بالانسان؟ الله قال شيء بالانسان قال لك هاي شنو استاذ قوي. طبعا استاذ هذه يعني من خلال ابوذيات ذكرنا فقط يعني في العراق يعني ابوذيات الدارميات يعني، وايضا نشوف حاليا في العراق يعني بدأ بكل بيت هناك شاعر شعبي يعني يحب الشعبي يعني نعم. يعني صار في الشيء يعني قضية شعر شعبي قضية صحيح. كبيرة. بس أيضا سؤال لك أستاذ هادي، يقولون بأن الشعر الشعبي يعني من خلال حديث بعض الناس بأن أكثرهم لا يعرفون لا يقرون ولا يكتبون صح؟ مو شعر أكو بيوم على الفطرة. نعم من الناس القدامى كانت ماكو دراسات وهاي ناس ريف. على سبيل المثال عفوا وهاي مداخله للاستاذ داخل حسن كان يمشي من الفندق للجسر للعفو للمبنى اللي داعوا التلفزيون سبحت بيده راسا يالف شعر وهو لا يقرا ولا يكتب صح ويلحنها ويجي كلام واداء وصوت يعني ولحن هاي موجوده عندنا. لا طبعا كانت الناس على الفطره ناس قدام الريف فكانوا يقعدون يسوون حلقات بالدواوين يعني خلينا نقول شعر الشعب بدا من الجنوب اكيد هو من فرات لا من الجنوب من الناصري عمارة ناصري عمارة وفرات الاوسط العراقيين كلهم شعراء كلهم شعراء يعني اذا نقول ثلاث اربع يعني هسه انت على شبكات التواصل مال فيسبوك اكثر الشعراء قاعدين يشوف يشوفون على الفيسبوك ينشرون قصائد ينشرون ابوذيات صح زياريات فالشعر الشعبي هو اصلا محبب للعراقيين العراقيين حاسين لو هسه صار كل محفل كل مناسبه لازم بيها شعر شعبي مستحيل يعني كل مناسبه أكيد. مناسبات في في الدوائر او في حتى في الاعراس حتى في الاعراس يعني صار في القضيه يعني الشعر الشعبي الوطن العراق بالذات العراق بالذات يعني اقول لك عباره عن مدرسه للشعر الشعبي. نسمع قصيده للعراق العراق بس انا ولو شو وقت ترتاح من ضيم الهجيج وقل لي اي يوم اشوف افراحك شو وقت ترتاح من ضيم الهجيج وقل لي اي يوم اشوف افراحك وانا من انا طفل واعي اقرب التاريخ اقلب افراحك خلصت عمرك حرب جاي قل لي جاي امتى تدبس انت لو ما بيك ثروة من يجيك هذا خير بيك هو اجتاحك واحنا شو محصلين من خير بيك حتى ما شاب اعتبر الفلاح الهم والشداد من هون يشتريك والدراهم ذني هن ارباحك هاي فهمة وغير ما تشنها عليك ما يردون الفرح مصباحك هاي غيمة وغيمة تشنها عليك ما يردون الفرح مصباحك والأرامل عندنا بالجملة تجيك والأطفال الحرمة من أفراحك والدول تتآمر والدول تتآمر الداعش عليك حتى ما يعني عدد انت مو شامخ جبل من يعتنيك ليش صارت وسط أفراحك واللي يجيك بموت أثول معتنيك ومن أهل بيعتك طلعت أفراحك على صوتك على صوتك على صوتك انا اعتذر لصوتك اكيد اكيد احنا نشعر بصوتك اليوم اكيد بس انت رغم الظروف حبيت قناه الموصل حبيت الموصل فانت ضيفنا استاذ يوسف خلينا نتحدث كيف بدا حبك ايضا فريد اطرش والله
بالمتوسطة كنا شباب احنا، وذيك الفترة كانت أغاني الفريد الأطرش حلوة كانت، ويعني تساير الوقت مالنا، حبي شو اسمه ما اللي قلت له بساط الريح، لك تبع وراء الشقا، زينة هاي أغاني الربيع، الأغاني والهمسة بنادي عليك، هاي كلها أغاني قمم من قمم يعني من القمة فريد الأطرش مترسخة. زين خلينا نسمع منك مقطع قبل ما ناخذ فاصل. ماشي. أغنية فريد الأطرش من قلبي صباح استرخاء هذه. اكيد احنا بنسمع الاغاني العربيه فريد الأطرش، محمد عبد الغاب، ام كلثوم، اسطوره الاولى ما يتكررون، واحنا يعني نسمع الاساطير واحنا في ملتقى، في ملتقى الاسطوره يعني ملتقى الاسطوره، ملتقى ام كلثوم، ملتقى الفنانين. اكيد احنا ناخذ فاصل نتواصل وياكم مشاهدينا الاعزاء، اكيد نتواصل وياكم خلال برنامجكم برنامج الليله حلوه من قناه الموصليه. اكيد ضيوفنا الاعزاء الفنان المحبوب الريفي يوسف الربيع والشاعر الشعبي المميز المحبوب هادي السراي، لكن بعد الفاصل نتواصل وياكم. مشاهدينا الاعزاء نستمر وياكم خلال برامجكم الليله حلوه، اكيد من ملتقى الاسطوره من شارع رشيد، اكيد من عاصمه بغداد، وضيوفنا الاعزاء يوسف الربيعي وايضا الشاعر الجميل الراقي صديقنا هادي السراي، واكيد يعني شكر لضيافه ملتقى الاسطوره لضيافه برنامجنا، احنا في ضيافتهم ان شاء الله. اكيد احنا استاذ يوسف خلينا نسمع ايضا أغنية الفنان داخل حسن من أغاني الحلوة لو رايد عشرتي وياك، ها نسمع بصوتك؟ قبل ما نسمع بصوتك، أنت حسب معلومات أنت موظف في المتحف البغدادي تابع لأمانة بغداد، لكم فرقة جميلة كونه من عدة فنانين شعراء وموسيقين. والله أنا أحد منتسبي المتحف البغدادي التابعة لقسم الشؤون السياحية في أمانة بغداد، اللي دعمنا الأستاذ حكيم عبد الزهرة، والفرقة تتكون من أستاذ المطرب الريفي مقصد الحلي، وأنا المتكلم يوسف الربيعي، والمطرب سامر الأسمر، وأعضاء الفرقة العازف الكمان المتألق حسين الساري، مع عازف العود الأستاذ ناظم الأصيل، وضابط الإيقاع مهند البغدادي، وعامر العبيدي عراق، ودائما يتداخل ويانا الشاعر علي الحداد في تحياتنا علي حداد، تحياتنا للفنان الشاعر الكبير علي الحداد، دائما يتداخل ويانا بأمسيات أسبوعات الجمعة بالمتحف البغدادي، فاحنا هسه جتنا مناسبه عزيزه علينا فراح نقعد ما نقدر بعد ان شاء الله. اكيد احنا حسب معلومات يعني ايضا الشاعر علي حداد
عنده شويه مشاكسات وياكم مو؟ لا هو يسويها حلوه المشاكسات. حلوه؟ اي على المسرح شويه يلطف الجو. نعم. الجمهور يستقبل هاي الشغلات منه لانه هو شاعر كبير. نعم. نعم. اكيد احنا بصراحه كل جمعه نلتقي وياه في شارع المتنبي. نعم. خلينا نسمع منك أبوذية أغنية وإحنا أنا أستاذ هذه راح شرب شاي أشرب الشاي بعد مرة ما هذا أنت راح تشرب الشاي ويانا ماشي يلا نسمع ذهب الشباب فما له من عودتي ذهب الشباب فما له من عودتي وتلمشيد فأين منه المهرب أحو يا نار قلبي وتلمشيد فما له من عودتي كف صباي صباي يا يوم البيض يومين بقيت العلف مصحيت يوم وين أيا ليت الشباب يعود يوم وين وعلم بالمشي بش عمال بي الليالي 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 مرات حلوات الليال عن يا دليلي يا دمع سيلي عن يا دليلي يا دمع سيلي وليف ابتعد يا دمع سيلي ولف ابتعد يا دمع سيلي يوم الذي أنور رحيل وقطر جيت لحبيبي بحبه وأنا مسير وأبقى إلى طول العمر أتنطر ما نمت لي لنده يا ويل ما نمت لي لنده يا ويل ولفي ابتعد وليفي ليف ابتعد هسه وليفك ابتعد؟ لا لا ان شاء الله كلكم احبابنا نعم استاذ هادي انا ايضا حسب معلوماتي مكتبك المتواضع في النهضه مكتبك الجميل تجهيزات قرطاسيه حسب معلوماتك كيف تنظم عملك بين عملك بين كتابه الشعر و في مشوارك او في حياتك؟ طبعا انا المكتب ما متفرغ به بس ابني موجود نعم طبعا قصه المكتب قصه طويلة قصة طويلة لأن أنا كان قبل ما بداية المتنبي بعد ما صارت التفجيرات المتنبي أنا دائما هناك ألتقي بالمتنبي فإحنا أسسنا بداية أسسنا رابطة الشعراء شعراء أنا أستاذ شاكر شرقاوي أستاذ الحداد في بدايتها كنا على المرسل هاب يا سنة أستاذ بال 2011 كان البدايات يعني التقينا صدفه خلينا نقول اول رابطه في شارع متنبي ايه انتوا اسستوا احنا اسسناه وللعلم يعني في بداياتنا كان المتنبي ما يجون يهدر رقم هذا الموجود بس احنا من خلالنا لان كان المتنبي جمعه ما يفتح احنا رحنا على المحلات وبدينا نطبع منشورات وقلنا لهم يابا ترى الموظفين يقعدون يوم الجمعه يردون يشترون قرطاسيه كتب هاي فانتم شوفوا لكم يوم غير يوم الجمعه حلو فبدينا باتصالاتنا ويا الناس بدا المتنبي هسه تشوفه يعني كل جمعه ينزل صح صار المتنفس للمثقفين الوحيد هو المتنبي فبدايه بداياتنا كنا على المرسل على دجل الخير نسمع فرشي دجل مرسى عندي القصائد اللي قريتها في المرسى إيه؟ انا دائما اقرا للوطن عندي
اقول عليه من تركض وهالبال مشهور تصيح انت وتطارد كلك نزار قل ايش راح تاخذ لما تروح بس وصلت قماشه لك ويسار تركض تنتحب والبال مشهور تعليها التعب حصه الهمان ما واحد يذكرك لما تروح ولا يذكر الطيب وذاك الاحسان متفوت اربعينك الله وياك ورقه وتوطو بصفحه النسيان عيش براحتك وانكرها للذات عيش براحتك وانكرها للذات قد بيدك طبل لو اسفه الحال يا اللي سال عنك واساك ويوم تمرحك وجه الزعلان سنه هالحياه تدور مطلوب تقطع بالورد وتموت الاحصان تقطع بالورد جميل جدا استاذ هادي على القصيده الجميله. ايضا استاذ يوسف حسب معلومات انت ايضا شاركت بمهرجان اغاني وطنيه لتحرير مدينه الموصل بانشوده ابني عريس كلمات محمد زبون الحان الموسيقار الفنان محسن فرحان. كيف بدا هذا التعاون ويا الفنان محسن فرحان اللي من اشهر اغاني اغنيه المطار عيني عيني واغاني كثيره بالله يا طير الحمام. والله استاذ محسن فرحان صار مهرجان الاغنيه الريفيه. سمع صوتك؟ سمعني. نعم. انت ما تعرفه، ما عندك علاقه به؟ لا ما اعرفه. حلو. بس الرجل شافني، شاف خامتي. طبعا فنان يعني هو اختارك. اي هو جميل. فنان كبير. وتحياتنا له واحنا نعزيه. صح. بهالمناسبه لوفاه اميدي الله يرحمها. زين. فدز عليه قال هاي الاغنيه انت تغنيها، حتى كان هو شوية ما له خلق مريض راح بيها الإيران. صح. سجل ليها صوتيا بصوته وطانيها وقال له احفظها. حلو. والله يوفقك. حلو. يعني انطاك بصوته وسافر. اي والله. نسمع مقطع من العادة. هي عن الكرادة. نعم. ابن عريس وخو تزفته، ابن عريس وخو تزفته، ابني يا زين الشباب وفرحتي، شلون تدري يا ابني تغمض عيني ذي، كان يا ابني شلون ترضى بفرحتي، ابني من طاح السما تلقيته، ابني من طاح السما تلقيته. هذا مقطع منه طبعا العفوي. نعم. وبعد منو الملحنين تعاونت وياهم؟ والله تعاوني ويا شو اسمه الفنان ناظم الاصيل، فنان جيد يا أغنية. جابك عليه العفو جابك عليه جابك كلمات شاكر الشرقاوي والحان ناظم الاصيل. اوكي. اي و هواي لحلي استاذ ناظم. نسمع مقطع منه ايضا. جابك علي جابك يلي نسيت احبابك، جابك علي عيني يلي كنت ناسيني، كل هذا من اسبابك، جابك علي جابك، جابك علي جابك يلي نسيت احبابك، شفتك وهلت دمتي محتار شو صف حيرتي، كل هذا من اسبابك، جابك علي جابك. على صوتك اكيد احنا جينا، صوتك الجميل الله يحفظك جينا عليك. انت الاجمل يعني اكيد اختاريناك من الشخصيات الحلوه الجميله. انت واستاذ هادي السراي شهاده من فنان رائع. الله يخليك الله يعزك استاذ هادي. خلينا نتحدث يعني اكيد كل انسان او كل شاعر او كل فنان يتاثر، تاثر منهم من الشعراء العمالقه في العراق؟ والله انا قلت لك سبق ان انا عريان سيد خضر جدا متاثر فيه. نعم. وكان جودة تميمي، جودة تميمي صديقي الله يرحمه، وبالمناسبة جودة تميمي توفى علي. على يدك؟ اي والله انا واصدقائي موجودين. حلو. يعني كان اخر ايامه وياك جودة تميمي؟ اي وياك. بقى جودة تميمي خليت يمكن اغاني اكثر اغاني حسين نعمة يمكن هواية هواية طل فنانين هواية يعني جودة مدرسة للغناء. نعم. كاتب قصيدة وكاتب أغنية صناعي. شنو قصة مساكين ويا هذه سراي؟ مساكين كتبها هو بس لحد الآن ما شافت النور. يقول مساكين والله احنا مساكين. الله. ماشي ما أدري وين ماشي. صبرنا وصل حد وباب الأمل سد، شدة أثر شدة وطفت كل الدرابين. قمنا بدي سجون سنة وسنتين ما أدري الوقت مجنون لو احنا مجانين. طبعا هاي كان دائما يقرا لي اياها الله يرحمه. فحفظتها من عنده. استاذ جودة فنان كبير.
شاعر كبير، كتب الأغنية الوطنية، كتب الأغنية العاطفية، كتب الومضات، كتب لجميع المطربين الضيف، كتب للمطربين اللي فاضل عواد، كتب لحسين نعمة، كتب لحميد منصور. حلو. إيه يعني أستاذ ألف رحمة على الله. أكيد. أستاذ يوسف أيضا. نعم. شنو سبب قلة أغانيك بالفضائيات؟ السبب منك، السبب من الفضائيات، السبب من المؤسسات الإعلامية، من هو السبب؟ والله سبب الإعلام. الإعلام. إيه الإعلام. أنت فنان وتعرف هاي الشغلة. هسه أنت لو ما حضرتك جيت وقدمتنا بهذا البرنامج يمكن غيرك ما يقدمنا. هاي صراحة. استأنس. أشكرك الله يحفظك. يعني صار الإعلام كل علاقات خلينا نقول. إيه الإعلام علاقات. وثانياً إحنا دنحيي الموروث العراقي الريفي يعني وينكو هسه بعد فنانين أكو موجودين بس شباب. بس مو بجودة داخل حسن أحضيري يعني بهالمطربين العمالقة. فالإعلام إلى دور رئيسي إذا كانت فن وإذا كانت رياضة. صح. أغنية داخل حسن تمنيته أنت تغني يا أغنية. والله هي أنا اشتهرت بيها مال هنايا من كنا وكنت. الله هنايا من أنت كنت موجود خو حاضر حضرتك. يلا نسمع بوذية ويا أغنية. هلا وين هلا وين هلا المعتن بشخصك، هلا هلا وين هلا المعتن بشخصك، هلا وين هلا وين هلا وين علينا وينشد الوادي ويم علينا علينا وينشد الوادم، هلا وين هلا وين هلا وين صحت لو قليت هذا أنا صحت لو وقلت هذا أنا، هلا وين هلا وين هلا وين قلت لقرب يا هالمبعيد علي الليالي 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 مرات حلوات الليالي هنا يمين كنا وجنين ينا وقفنا ببابك حاول في الجهل ما ينسيش مالك نسيت أحبابك والله أحبابك إهنا يمين جنة وشنيت روحين ثالي زمان ود وفرقاك عذب موجتي وخلاني بس أمشي رسم وتدري بنحولش واصلت وعدال مين شيالي الهدم هايل صوبت قلبي بسهام لازم تشد صوابك والله صوابك. عصوتك سيد هادي السراي دائما نشوفك أنيق، شنو الموضوع هذا؟ من اختار لك الملابس؟ أنا. أنت يعني ما تستشير أحد؟ أنا من طبع من أنا صغير يعني حتى من كنت متوسط والإعدادية ألبس قط. شنو قصتك ويا الرياضي الكابتن محمد اللامي؟ صديقي إنجاز تحياتنا أبو عبد ملاكم مو؟ ملاكم تحياتنا إليه. نعم. طلع العراق وآسيا. بالطريقة رحت إحنا نسوي هوية ولد عندنا صديقنا يقول له أكو نزال كان ويا كوري. نعم. كوري صغير. ما يقدر يضربه هو طويل وذاك يضرب بمحمد الله إيه؟ أخير شيء شاب عبسط بمحمد الله بعدين محمد لازم إيه خامس وأنا دائما من يجي نسوي هاي الشغلات لو بيك خير ما قلت لك الكوري صح يعني خليني أقول لك دائما محمد اللامي رفيق دربك أو صديقك والله صديقي وأخوي واعتز بي وأنا كل الأصدقاء الموجودين هم أصدقائي وأخوتي ودائما ألتقي بيهم يعني احنا تعرف مجموعة سواء بالمتنبي او سواء بالقشلة نعم. او سواء بالمكتب نطلع ونرجع بس احنا مجموعة يسمونا جروب نعم. بس احنا سمعنا انشقاقك ويا رابطة المرسى
وانت من المؤسسين يعني لازم يعني مو شقاق مو شقاق هو انا اخوي شاكر شقاق والحداد اخوي وشعراء موجودين اخوان، لكن بالاونه الاخيره انا اكو موضوع حكيت تطرقت اليه فردت انه اقول الاستاذ شاكر قلت له احنا موضوعنا بالمرسى مثل بياعين المي بحاره السقايين، احنا ناس تسمعنا مثقفين صح وناس صار عندكم عندكم جمهور جمهور قوي عندكم، لكن استاذ شاكر مع الاسف ما سمع الكلام وانا حبيت انسحب لان اكو ناس يجون طالعين على الشعور. بس ان شاء الله ترجعون احنا نريد نرجعكم ان شاء الله. احنا شاكر شاكر من شخصيات صديقي واخويا ولا زال زياراتنا وديت واشوفك الجمعه نعم ونعمل اكو نحن صديق ونعمل شعور. يعني كنتوا تتوقعون ايش يصير عندكم جمهور بشعراء رابطه المرسى؟ والله هو الكل مجتهد صح. احنا بالنسبه لنا بدينا بدينا بالبدايه قدمنا قصائد وانا واحد من الناس كل جمعه اكتب قصيدتين عجبني يعني ابقى مسار على مود شنو الجمهور قصيده جديده قصيده ثانيه لان احنا كنا قليلين بالشعراء قليلين لازم تخلص الساعتين انت قرر لك خمس قصائد او ست قصائد. خلينا نسمع قصيده منك غزليه غزل تدري انا ما احب الغزل. يلا نسمع ايش ما عندك. راح اسمعك انا الماضي اللي تروح انا الماضي اللي تروح بيوم ولا الغير الخلق لدنقت راس انا الماضي اللي تروح بيوم ولا الغير الخلق لدنقت راس اقاسم من الزمن واتحمل اللعات ولا تنعزل صعب حد اخر انفاس اقاسي من الزمن واتحمل اللعات ولا تنازل صعب حد اخر انفاس خلي اللي يقول ايش ما يريد يقول انترى الشتبان صبري بعد شتواسي انا المندل اللي لك من جنة بالعشرين هسه اندل لك والشي بخذ راسي من حبك تبت راح اغلق البيبان من حبك تبت راح اغلق البيبان اكتب لافته بيها الشرف لاسي ومثلك مثلك ما احب صدق بعد انسان مثلك مثلك ما احب صدق بعد انسان اذا مو مثل قلبي ونفس احساسي اذا مو مثل قلبي ونفس احساسي. استاذ يوسف ايضا يعني حسب معلومات انت من دخلت بدايه الحديث تحدثنا حسين قدوري اختبارك نجحت باختبار بس اختفيت شنو الاختفاء مالك 20 سنه والله وين سافرت خارج العراق؟ لا والله انا بنفس الوقت قلت لك انا كنت في الرياض بلعب الشرطه بس تعرف من الرياض اخذك من الفن؟ لا مو بس انا احتطت من اهلي اهلي من طلعت بالتلفزيون بوقتها كان شغلات من هاي الكتله تمام. والدك؟ ايوه لا عمامي والدي بالعكس كان يشجعني يعني عمامك قلت له كان بتغنيت في برنامج مواهب تعرف مو مثل هسه صح اي هسه لا هسه شعورك من طلعت التلفزيون كان تلفزيون بس تلفزيون واحد وكل ساعه عندك جمهور الصغار 79 صحيح صحيح بعدين جا الشباب اي فطلعت في التلفزيون يعني انا صارت شوي شهره بالمنطقه وغيره واستمريت اغني بس قلت لك من طلعت شويه تعرف الشغلات العشائريه عندنا زين وانا احملهم الله يرحمهم هم مصيبه انه تاخرت بالتنك والله بدعتك استاذ جاسم هاي احد الاسباب القويه بس شنو ظليت بالخفيه العب طوبه رياضه واجي حفلات اعراس اصدقاء غيره وغني من كنت تفوزون بلعبه كره قدم وغني للاعبين نغني بينا نغني دقلوس عزيز اي نغني ويقعد استاذ دقلوس شو تغني هم داخل حسن فريد وبدا يعني الحديث كان بوقتها اي وكان يعني عدنان جعفر علوان اللي هو هسه مدير العاب الشرطه تحياتنا له تحياتنا لكل لاعبي الشرطه لان انا شرطاوي حلو اكيد نسمع فريد اطرش مقطع اغنية حلوة مفرحة انت اختار اذا تريد استاذ كيفك انت مو انا راح اسوي لك صغير الورد لون الجراح الورد لون 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 الجراح هليل هليلي هليلي يا قلبي لون لون
مر خريب بعده ذب الزهور الغرام والدنيا من بعده مقطع من أغنية الربيع. أكيد جميل جدا. أستاذ هذه آخر أعمالك؟ والله أنا عندي نسخة غنائية جديدة في الوقت الحاضر، مشروع عمل مع أستاذ يوسف، وأكو أغاني مطربين آخرين، وأنا مستمر إن شاء الله. عندي قصيدة تقول على كاف الشمس تصحى العصافير. الله. على خيط الشمس تصحى العصافير، وقبل خيط الشمس اصحى لشوقك. على خيط الشمس تصحى العصافير، وقبل خيط الشمس اصحى لشوقك. انا وياك ليل نهار موجود، انا وياك ليل نهار موجود، ولك اشتاق لو لحظات اعوفك، لو وسط القلب دقه وبسامير، ولو شلال دمنه ما اروفك، لو وسط القلب دقه وبسامير، ولو شلال دمنه ما اروفك. انا العاشقك ما اقدر بلياك، انا العاشقك ما اقدر بلياك، افرح لو علي مره لطيوفك، شامك شو تظل يا ابو الحضارات، وامت عينك تنام وما تشوفك، وامت عينك تنام وما تشوفك. الله على صوتك الجميل. استاذ يوسف شنو طموحك ومنياتك؟ والله أنا يعني مو بس إني، أنا يعني أريد المهتمين صح والإعلاميين بالفنانين وخاصة الموروث العراقي لازم نحافظ عليه، لازم نحافظ عليه، فأريد الاهتمام بهالشغلة هاي والإعلاميين. جميل جدا. أيوة جميل. زار الموصل قبل؟ أنا يعني كنت حتى عسكريتي كانت بيها بالموصل؟ أي بالموصل. يومك كان بالغزلاني؟ بالغزلاني فرقة الرابعة اللي هو الخامس. حلو. شو تعسكر بالموصل؟ عسكري. كنت تنزل الموصل تزور الموصل؟ أزور وادي حجار، الغابات، الدواسة، الجمهورية، شارع الجمهورية. حلو. وأكلنا من زادها لأنهم شلون الأكلات الموصلية؟ ماكو هيك شغلات. شلون ناسة؟ ناسة طيبين. ايش قد بقيت بالموصل؟ أنهم ايش قد بقيت؟ والله حوالي سنتين. حلو. لك أصدقاء بالموصل؟ طبعا لي أصدقاء. متواصل اليوم فنانين او لا؟ اصدقاء عسكريه و... اي فاتمنى من الله ان شاء الله عن قريب ازورهم ان شاء الله ونغني هناك ان شاء الله. استاذ هذا ايضا لك زيارات الموصل؟ والله زياره مره واحده رحت على الموصل، لان انا كنت مو بالعراق صراحه، نعم، في دوله الكويت مقيم هناك، لكن بعدها انا جيت زرت الموصل. شلون شفت الموصل؟ اجواء، طقوسها، عاداتها؟ كل شلوب ناس اهلي وطيبين مثلك، لان انت الله يخليك، انت من يعني انت شخصيتك تمثل الموصل هناك. الله يخليك، هاي شهاده منك. يعني دائما والله احنا العراقيين كنا احكي بصراحه، احنا كنا طيبين، كنا طيبين وكنا نحب الناس، لكن هاي الشرذمه اللي قاعد تجينا هي اللي قاعد تسوي خلقه الطائفه. ان شاء الله ما يصح الا صحيح. ان شاء الله ان شاء الله ترجع ايامنا القديمه، ويرجع الموصل، ترجع اهل الموصل، ونرجع نزور الموصل، ونقعد ناكل كبته وناكل طيبه هاي مال برغر ان شاء الله. نعم. مغني مصلاوي مثلا غنيت؟ لا والله هذا اختصاصك انت تغني مصلاوي وبغداوي؟ لا والله. أوكي. هذا اختصاصك. لا قبل ما نختم البرنامج نسمع منك اغنيه الداخل حسن. نعم. اغنيه يما يا يما، اغنيه حلوه اكيد بصوتك الجميل، اغنيه مفرحه الى جمهورك والى جمهورك في مدينه الموصل يعني في العراق. اللي يقول لك نحيي الكادر الاخ المخرج اللي تعبناه، استاذ ستار واستاذ حيدر وكادر الموصليه وهالموصل، وان شاء الله عن قريب نزورهم ونغني بالموصل. تغني داخل حسن بالموصل؟ اي اغني داخل حسن، لان عندنا هواي اصدقاء هناك يريدون من عندنا اغاني الداخل حسن. نسمع أغنية ختامية داخل حسن صوتك. علياني لياني لياني علي راح وخلاني، علياني لياني لياني وعلي راح وما جاني، أسهر الليالي بطولة أولع قلبي وريماني، يا ولي وين وهي الله يا ولي واي واي بويا، وعمي لا تقرب له يا بلا تقرب له،
ولا تبتلي بلواي يا ولي ويا الله يا ولي وي وي وعمي قيط ما حي ملا يا بقيط ما حي ملا وقبلك تودك يا ولي وي ويا الله يا ولي وي يا يما يا يما يما يا يما يا يما ما تمر بينا شعطلك شبطة يا كايم وما تمر بينا ولا لا 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 هنا يما يا يما دلالي انصاب منك وعالج بي يا يما ودلالي انصاب ولا لا 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 هنا هنا استاذ استاذ عزيز اليوم تعبناك شعرا متالق هذا السراي كلمه اخيره شو تحب تقول لجمهورك الى ناسك الى من وقف الى جانب هذا السراي اقول لجميع العراقيين ولجمهوري اقول ان شاء الله راح تفرج وتنتهي هاي الازمه وان شاء الله نرجع اخوه ومحبتنا وعلاقاتنا القديمه أخوتنا النظيفة الموجودة تروح الشرذمة والطائفية خلصنا من داعش إن شاء الله وإن شاء الله ترجع الأيام مثل ما كنا نتوقع صح أستاذ يوسف نعم. قبل وقت البرنامج نعم. شنو قصتك ويا أستاذ تحسين أبو مروان المياحي اللي صاحب مقهى الأسطورة يقول لك دائما تلتقي حتى اليوم أنت جبت قلت اليوم صورة في ملتقى الأسطورة شنو علاقتك ويا عمو تحسين ايه؟ أبو مروان أبو مروان رجل صدر رحب الكل الفنانين والشعراء ورجل فنان لأن هو يحب الفنان الكبير فريد الأطرش ومن محبي الأسطورة أم كلثوم ولذلك سمى ملتقى الأسطورة محبة بأم كلثوم لأن هو فنان راقي يعني خلينا نقول هو يحب يعني يجمع الفنانين الرياضيين نعم نعم مستاذ نعم هذه هي ملتقى الأسطورة نعم نعم يعني احنا نحتاج الى هكذا هيك يعني هذا صحيح ابو تحسين نعتبره اخ يا اخي مو يعني نعم. يعني ابو تحسين شو وقت ما نجي يستقبلنا وفد انسان يعني رائع من جميع يعني خلينا نقول ملتقى كل الفنانين أيه. النجوم الشخصيات الرياضيه شعراء كل الناس تحب تصدقني حتى من يطلع يقول ها وين تريد تروح وراح. نعم اي والله حلو جميل أيه. اكيد احنا تحياتنا للاستاذ جميل ابو مروان تحسين المياح صاحب الملتقى الأسطورة شكرا لك واحنا اليوم ايضا نشكركم جزيل الشكر الشاعر الكبير هادي السراي مره ثانيه شكرا لك باسم كادر قناه الموصليه وأيضا شكرا للفنان المحبوب الريفي الجميل يوسف الربيعي إن شاء الله قريب نلتقي في الموصل في الغابات الموصل نفس الجلسة ونفس الله إن شاء الله مشاهدنا أكيد مرة ثانية شكرا لضيافة اللي ضيفنا أيضا ملتقى الأسطورة متمثلة بأستاذ تحسين المياح تحسين أبو مروان المياحي أكيد شكرا إلى كادرنا وشكرا إلى ضيوفنا شكرا لكل مشاهدي قناة الموصلية كانوا وياكم في إعداد تقديم أنا جاسم حيدر وأكيد تقوي وياكم ليلة جميلة إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله راح تكون أيامنا حلوة وجميلة وأكيد رجعت مدينتنا العزيزة أم الربعين وإن شاء الله حلقات القادمة تكون في داخل مدينة الموصل في غابات الموصل نقول لكم إلى اللقاء مع السلامة.